ששומרים חטופים חצי שנה במרתפים של החמאס. لا يزال الرهائن محتجزين لدى حماس منذ نصف عام، ونحن نقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دون أي مبرر ودون أي إنجاز، كل ذلك فقط حتى لا تكون هناك انتخابات. لذلك نحن هنا لنقول إننا بحاجة لانتخابات مهما كانت. نريد التخلص من نتنياهو المسؤول عن هذه الكارثة ومن جميع وزرائه. احتج منذ عدة أسابيع لأنني أعتقد أن هذه الحكومة مسؤولة عن فشل 7 أكتوبر وكل ما أدى إليه، ولهذا السبب نحتاج إلى تغيير الحكومة، ولهذا السبب أنا هنا. ديمقراطيتنا في خطر، وهو ما أثبت نفسه في رأيي، ومنذ ذلك الحين أنا مقتنع تماماً أنهم لم يضروا ديمقراطيتنا فحسب، بل أضروا أيضاً بأمننا.